أكثر من 40,000 سيارة خرجت من مصانع تي ام سي للعلامة الكورية الجنوبية هيونداي بعد مرور عام واحد من تدشينه. زيادة على الطاقة اللي كنا طلبناها في السنة الأولى، زيادة على ذلك رانا في التطور، ولي بارتنير اللي هم معنا هونداي راهم عندنا نظرة معهم، عندنا اتفاقيات معهم باش حوالي في نهاية سنة 2018 ننتجوا أول سيارة مصنوعة هنا في الجزائر، حوالي 40,000 سيارة. هيونداي وضعت مخططا للانتقال من التركيب إلى تصنيع جزء كبير من القطع بنسبة اندماج تتخطى عتبة 40% في آفاق 2019. لي سوتريتو احنا عندنا لي سوتريتو احنا في الناحية على بالكم اللي ناقصة، لكن عندنا مصانع في تي سم سيلت لصناعة قطع الخيار، والبارتنير تاعنا راه هنا تحب حتى دير معاه، عيط العماد، عماد هذا بارتنر تاع تونسي من البلاد المجاورة، عنده مصنع في المغرب وعنده مصنع في فرنسا، لكن راه يتعامل معنا هنا في الجزائر. درنا في تي سم سيلت كل صناعة البلاستيك للسيارات ننتجوا حوالي على 6 شهور نبداو نخرجوا الانتاج تاعها. عملنا المشروع الجديد هذايا وين نوفا انتيغري دافونتاج لي بياس بلاستيك. المعمل هذا باش يجم يعمل من الباغشوك حتى للتابلو دو بور حتى القطع الكل تاع الكهرباء اللي يصنعوا فيهم هنا. وبمناسبة مرور عام عن تدشين مصنع هيونداي تم إطلاق طراز إيفان في السوق الجزائرية. اليوم مناسبة حول السنة الأولى من تدشين مصنع هيونداي الجزائر بولاية تيارت، تم كشف على موديل جديد اللي زدناه يعني في الصنع تاعو هنا في الجزائر محليا، هي هيونداي إيفان اللي متواجدة في محركين، محرك بنزين ومحرك ديزل، وإن شاء الله ابتداء من غدا إن شاء الله يبدأ التسويق تاعها، وهي متواجدة يعني متوفرة في قاعة العرض تاعنا وليفريزون إيميديات. رغم الضبابية والغموض الذي يخيم على قطاع السيارات في الجزائر، إلا أن تركيب عدد من العلامات محليا خلق نوعا من الديناميكية رغم النذرة.